جوجل ايرث الكمبيوتر فيه خاصية ممتازة للمصورين عشان نعرف مكان الضوء في اي وقت في اي مكان نريده. استخدام برنامج جدا سهل وتحصله في موقع جوجل ايرث موجود للبي سي والماك. نبدأ من اليسار ونبحث باسم المكان اللي نريد نتصفحه. في المثال هنا بكتب مطرح، ممكن تكتب بالعربي ولا بالانجليزي. اول ما اضغط سيرش على طول بياخذني المنطقة هذه. الخيارات اللي على اليمين للتوجيه، اقدر اتقرب من الموضوع كأني اعمل زوم بالكاميرا، بس عشان فعل خاصية اللي بتكلم عنها اسحب الشخص الى اي مكان تريده وبيعطيك خاصية ground level. نقدر نشوف الاشياء من منظور منخفض، والادوات اللي فوق كذلك مفيدة، بس الاداة الوحيدة اللي بنستخدمها هي اداة الوقت او اللي على شكل الشمس. اقدر احدد فيها الوقت في اي يوم اريده واي سنة اريدها. ببحث مثلا عن هذا المسجد الجميل في اورتاكوي في اسطنبول، بياخذني على طول هنا. ممكن اشوف الصور المأخوذة وكذلك ممكن اضغط مرتين يقربني من الموضوع. بروح لهذا الرصيف وسبق اخذت منه عدة صور للمسجد. بستخدم الادوات هذه عشان اضبط الزاوية، او ممكن اضغط مرتين بالماوس ياخذني على طول لخاصية ground level. للعلم الخاصية ما تشتغل كل مكان، فقط في الاماكن اللي فيها صور ثلاثية الابعاد مثل ما نشوف. برتب الزاوية مثل ما اشوفه مناسب، مثلا بتقرب شوية عشان يكون الجسر والمسجد كلهم ظاهرين لي. وهنا عاد ببدأ استخدم أداة الوقت وبشوف كيف ضربة الشمس بتكون على مقدمة المسجد. مثلا نقول اني بسافر تاريخ 11 او 20/11 في نوفمبر، وببدأ اسحب من اول الفجر. واذا اريد اتأكد من توقيت الشروق والغروب ممكن ادخل على هذا الموقع او اي موقع من شبيه، وحط الشهر في اكتوبر ونوفمبر مبين تقريبا نفس الاوقات هذه، 7 الشروق وقرابة 7 المساء الغروب. برجع البرنامج وببدأ اسحب واشوف كل الاوقات. مثلا هنا الشمس تشرق من جهة اليمين خلف الجسر، اعتقد بتكون صورة جميلة لهالوقت. وبكمل سحب وبشوف كل التواقيت، ومثل ما اشوف ان توقيت الظهر مثلا على الساعة 12 غير مناسب ابدا، الضوء قوي على المسجد وفي ظلال من جانب جدا قوية. وبكمل الى المغرب ومبين الضوء جدا جميل، هذا الضوء الذهبي، لان الشمس بتكون مقابلة المسجد تقريبا. جربت ابحث عن مناطق في عمان وهذا اللي حصلته في مطرح. عملت نفس الطريقة عشان اشوف شروق الشمس بكرة ومن وين تطلع بالضبط. جربوا البرنامج للسفر خاصة الدول الكبيرة، اعتقد بيفيدكم جدا للتخطيط. تحياتي.